عنب بلدي تقدم ذاكرة سورية. عندما يأتي ذكر مدينة حما وريفها تذهب بمخيلتك إلى نتاجها الغذائي من سمن وحليب ومشتقاته ومن لحوم ومأكولات متنوعة، بالإضافة إلى الحلويات متعددة الأصناف والأشكال. في المرتبة الثانية تأتي النواعير وأسماؤها ومواقعها على ضفاف نهر العاصي، إلى جانب بساتينها وأشجارها المثمرة، وعلى رأسها المشمش والفستق الحموي الذي عرف بالفستق الحلبي بسبب تسويقه وبيعه في حلب. حول مدينة حما وشوارعها وزقتها، ضيفنا اليوم سعد الدين حمشو يعرفنا على جزء من هذه المدينة. القلعة هي قلعة بتمتد، هي من شارع أبو الفداء إلى المدينة، هي اسمه القلعة. هو في شارع أبو الرشد، في شارع المدينة، في جراجمة، في حي الإبلي، ندور كلياتهم من السوق. كانت أول كلها شوارع حجر، بيقولوا لك الروزة، كانت كل الساقات، كانت الشوارع الرئيسية هي مسفلتة والأمور كلها كويسة، بس بعدها زبطوها كلياتها، كل الشوارع الفرعية كلها زبطوها. بعد القلعة مباشرة هي كانت اسم المدينة، المدينة ما كانت حما لسه، كانت هي المدينة، هي المدينة نفسها، فيها جامع كبير، هذا أكبر، هذا الجامع أثري قديم، وبعدون في الكنيسة جنبه أباله، الكنيسة تبعتون، في الكنيسة القديمة والكنيسة الجديدة، وهذا حي المدينة يمتد جنبه باب النهر، والقلعة جنبه، يعني من الألعاب بتروح على المدينة. جورة هي بمر من العاصي بالنص، فبيقسمها شطرين، شطر الحاضر وشطر السوق. اللي بجنب حمص هو السوق، اللي من طرف حلب هو الحاضر، ف يعني وتحت السوق، السوق البلد يعني، هو بالجورة جاي. وفي بالسوق في الجعابرة، شيخ عنبر، جورة حوا، البرازية، حارة الجسر، حارة الغنامة، المحطة، البياض، شريعة، عين اللوزة، صابونية، العليليات، يعني في الفراية، في النقارنة، كتير أحياء من حما، يعني في كتير أحياء لسه. أنا من حي الحميدية، كان في عندنا جامع الحميدية، وكان في عندنا جامع الشفاء فوق، وكان في مدرسة أقوى بالنافع، مدرسة صقر قريش، جامع المهنة، جامع الشرقي، جامع البحصة، جامع البارودية، دول بالحاضر، جامع المناخ، جامع الأربعين، هدول كانوا، وجامع الأفندي، وجامع أبي الفداء، جامع كثير جو حما كويس ممتاز، يعني بدك تطلع بتطلع برات المدينة على البر أو البرية بالأولى، يعني كان في عندنا الجب الارتوازي كانوا يطلعوا سيارين عليه، في عندك الأرض السلة، أرض السلة، في عندك الشيخ بشر، في قصارين، في رعبون، يعني كانوا يطلعوا لهون مسافات قريبة ما بعيدة، يعني قصارين 5 كيلو عن حما، فيطلعوا كان في نبع هناك ويقعدوا هالشباب ياخذوا معهم اللحم يشووا يطبخوا يتغدوا، يعني وفي بساتين كثيره، ففي ناس بتروح على البساتين، يعني سيرانهم على البساتين.
هلا مثلا في منطقه بالباروديه بالشرقيه كان كلها بساتين كلها راحت، اصحاب عملوا هي وباعوا اراضي وعمروا فيها بناء، يعني صارت كلها ابنيه، يعني بدل السجر بالحجر. وجو حما لطيف يعني، وبلد رائعه جدا خاصه لابن البلد، غير ابن البلد يعني بجوز ما تعجبه وكذا، بس يعني ابن البلد ما بيلاقي احلى من حما، الياقوتي بيمدح فيها. وما حد زار حما الا كان يعني يا بشعر يا بسناء يا وكذا، يعني أروي الحما. القلعة كانت أعلى بكتير، فمن الزلازل نزلت، فيمكن حوالي 7 زلازل أو 8 زلازل إجت على حما. فأنا بتذكر وقت كنا صغار كنا نطلع القلعة، كان في واحد حارس القرعة ممنوع لحد يدخل على القلعة، فندخل نحن قرايبنا هذا الحارس يدخلنا، ندخل لعندهم، ندخل لعندهم فنروح نشوف في حفريات. فمرة من المرات أنا نازل، نزلت محل حفريات كبير، فنزلنا لتحت على الجورة، كانت جورة مليئة يمكن حوالي شي 7-8 أمتار لتحت، فوجدنا فيها جدران بورسلان أو سيراميك ملون أزرق وأخضر وهي مثل الفيفساء يمكن، وشفنا شغلات أثرية مثلا طنجرة خشب، طنجرة فخار، صحن، موجودات كلها تنزل شفتهم، فدول أنا شفتهم بعيني، فكانوا عم ينقبوا عن الآثار جوا، فشو طالعوا آثار ما بنعرف. هاي من 650 سنة آخر تنتهى. هدول أغلبيتهم من حوالي حما، أغلبيتهم من عرب النعيم، بعدين العثمانيين من الأتراك، من التركمان، من الأكراد. المنزول هو عبارة عن يعني مكان غرفة كبيرة بيقعدوا يجتمعوا فيها الشباب والختارية، فبيشربوا أرجيلة، بيسايروا سوالف، ويعني هذا بيحكي قصة وهذا بيحكي قصة، يعني مثل بالخليج بيقولوا له ديوانية، يعني بيجتمعوا فيها وبيسهروا سهرة، يعني خاصة بالشتاء بتتم السهرة، بتبدأ من بعد العشاء للساعة 12 بالليل، هذا أول، يعني ما كان حد يتم لبعد الساعة 12 بالليل. العاصفة هو بيجي خط معلوج هو، يعني ما خط مستقيم، بيجي بمر هيك على رعبون، على شو اسمه الجيجية، بمر على حما، بعدين بيروح على الغاب، بمر على السوق كمان، على شو اسمه باب النهر، ويتم طالع هيك على الغاب، وبالغاب في سد زون، في كذا سد، في سد محردي كله بمر عليهم. نواعير كانت كثيرة ولكن خفت، فبقيوا معدودات، يعني في ناعورة الجعابرة، في ناعورة المحمدية، في ناعورة البشريات، في العثمانيات، في تبعة الدوار، في كثير نواعير وأسماء، كل واحدة إلى اسمها، وسمعت عنين الناعورة. يعني الناعورة إلى صوت حزين وإلى صوت موسيقي يعني، وكل دورة في إلى نغمة، يعني تشعر أنت بارتياح وقت تسمع صوتها. وسمعت عنين الناعورة. كل دورة شكل، واحدة بتعمل واحدة، يعني كل واحدة إلى نغمة. بيت العلواني هن كانوا يساووا لي شو اسمه النواعير، بتموا حوالي 3 أشهر عم يشتغلوا فيها، الشتوية كلها عم يشتغلوا فيها، بالصيف ما بيشتغلوا، بيشتغلوا بالشتوية،
يعني كان أول في أربع نواعير على جسر بيت الشيخ، هلأ ما في غير نعورة أو تنتين عند الكيلانية. أول كان في بالدوار كذا نعورة، ما في غير واحدة بكل مكان، كان في كل أكثر راح. باب النهر في نعورة، يعني في كثير نواعير، في برعبون نواعير، يعني كان أول كثير. هلأ يمكن كلياتهم ما بيتجاوزوا 20 وحدة، كان أكثر من 100 وشوي. كانت حماة كلياتها معتمدة على النواعير، الزراعة والبيوت والحمامات كلياتها على النواعير، يعني هي النواعير والطواحين الطحين. بس في حماة أكثر شيء، لأن حماة ما بتجورها، فمشان ينقل المي، ما يعني هي أسهل طريقة هي نقل المي عبر قنوات بتمر على كل البساتين، بتمر على كل البيوت. هناك تحولات حصلت في حماة نتيجة الهجرات إليها، منها الإيجابي ومنها السلبي، فعلاقة الحمويين ببعضهم ترسم لنا التعايش المتين فيما بينهم. كانت 400,000 حماة قبل، ما كان في واحد يطلع برات بلده، يعني وقت له وين رايح بيقول لك والله مسافر. لو مسافر والله على حمص، يعني مسافر على حمص، وهي حمص 40 كيلو. بده مسافر والله رايح مسافر على الشام، فما كان واحد يطلع من بلده، يعني اهل حماه خاصه ما بيطلعوا يتغربوا. هو صار التغريب بعد 80، بس باواخر السبعينات صار التغريب لاهل حماه. ب 88 تغربوا كل العالم، طلع اكثر من 100-150 الف بني ادم من حماه. 400,000 حماة، في ناس ما بتعرف مدن الحواير بحماة، في ناس ما بتعرف الحواير تبعتها. عم يعني تسأل واحد والله عايش مثلا بأوروبا أو هي، أولاده طلعوا ما بيعرفوا وين حارته، وين مدينته، وينها ما بيعرفها، يعني أولاده، يعني هو بجوز يعرف أما أولاده ما راح يعرفوا. فيها أتراك، فيها أكراد، فيها شركس، فيها من جميع الطوائف، ولا حدا بيعيش في حماة إلا أهل حماة. بيروحوا أهل حماة بيسوقوا من سلمية، بيجوا أهل سلمية بيسوقوا من حماة، ما في مشكلة بيناتنا، يعني صحيح الإسماعيليين، بس ما يتعارض هذا مع شو اسمه التعامل، يعني بيتعامل معهم بيتعاملوا معنا. يعني كان والدي يطلع سلمية يجيب من هنيك صوف، وكان له أصحاب كثير من السماعلي، فما كانوا يتطرقوا للدين، الدين ما له علاقة بينك وبين ربك دينك. يعني أنا بذكر وقت كنا صغار النصرانية محجبة، يعني ما تعرف انه هي نصرانية، بعدين ويحترموا الاسلام كثير، يعني ما بيفطروا قدام، يعني المسلم بيفطر قدام المسلم، اما هن ما بيفطروا. يعني مثلهم مثلنا، ما في فرق بيننا وبينهم. يمكن في يعني اصدقاء او كذا من النصارى اكثر من المسلمين، يعني في روح وطنية، لحتى برمضان بيصوموا. يعني اول كان ملاي الزم يلبسوها كل اهل حماة، كان النصارى او المسلمين. يعني وقت تدخل انت على الحي المدينه، هذا حي النصارى كله الاغلب، يعني هو في مسلمين بس الاغلب في نصارى، فما بتشعر حالك انه دخلت على حي ثاني او محل حاره ثانيه، يعني ما بتختلف عليك فيه. باديه حماه تعتبر ملتقى للرعي والانتاج الغذائي، خاصه في فصل الربيع، فقد كانت تجمع ما ينتج في حمصة وإدلب ودير الزور لتقوم بتصديره إلى حلب ودمشق ودول الخليج. البادي بيجي منا الغنم، بيجي منا اللبن، بيجي منا الجبن، كلها هي من البادي. بادية حماة موصولة مع لدير الزور، تدمر هي كلها موصولة مع بعضها بحمص، هي كلها بادية. هذا اسمه الشرقية، وفي المغرب غير بقى، يعني في المغرب يعني اللبن الغربي غير عن اللبن الشرقي، والجبنة الشرقية غير عن الجبنة، يعني بيختلف الاختلاف كلي بين الشرق والغرب. جنب حماة كلها توني بيزرعوا قمح وشعير وعدس وجلبان وجميع أنواع البقوليات تقريبا، طبعا غير شو اسمه البساتين، يعني شغلات تانية بالزرعوها. زراعة كويسة كانت في حماة، وكان كل شيء موجود في حماة،
من سجرية اللي هي بعدين هلأ ارتستو الحلبي موجود بحماس زيتون هلأ الحالية. أمور كثيرة لا نعرفها عن حما، فهي مدينة نشيطة اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، بالإضافة إلى فنونها في الشعر والغناء والموسيقى. والله أنا ما كتير لي بالفن يعني، في كان في نادي الفرابي هذا كان مشهور، كان يعلم موسيقى وكذا وهي، وكان في فنانين كتير من حماة يعني، في ابن شيخ الزور، في شاكر، ما بعرف بيت مين، بيت شكري كمان ممثل، في كتير ممثلين من حماة، وغير هيك في عندهم مغنيين يعني، كان في مطربين موجودين في حما المدينة. شخصيات لها أثر في المجتمع الحموي، من أساتذة ومربين وفقهاء وأطباء، وكل واحد منهم يتميز بعطائه لأبناء حما. وهنا لا يغيب عنا الحديث عن وجيه البارودي، الإنسان والشاعر والطبيب. كان صاحب طرفة، صاحب نكتة، كان قلبي لله، مع أنه هو كان علماني يعني، عاش كل عمره علماني وشاعر، بآخر حياته الله رب العالمين هدى وراح حج وحافظ على صلاته وعلى صيامه وعلى كذا، ونرجو من الله الله يتقبله بالجنة. وما كان وقت تيجي عليه فقير ما بياخذ منه يعني، لحتى ايام يروح يلاقي بيته ما خرج او كذا بده اي، فيجي يحط له فلوس تحت المخده مشان يشتري الدواء. وكان الدكتور عبد اللطيف الشقفي الله يرحمه كمان نفس العمليه، كان للفقراء بشكل غريب يعني، واحد مريض ما عنده فلوس يحط له 100 ليره 50 ليره يعني، وعنده يوم الجمعة كان مجاني، وشو اسمه والدكتور وجيه الجمعة مجاني. كان في شيخ محمد الحامد هذا شيخ العلماء، كان في شيخ بدر الدين الفتوى، كان في شيخ صالح النعمان، كان في شيخ خالد الشقفي، في شيخ عبد الله الصباغ، في شيخ عبد الله الحلاء، في شيخ محمد الخباز، في شيخ مصطفى الدبساوي، في شيخ اديب الهزاع، في شيخ اديب كيلاني، كثير من العلماء في موجوده بحماه، الشيخ نافع علواني، في الشيخ عبد الحميد طهماز الله يرحمه، هذول كلهم علماء يعني، في منهم علماء الشافعية، في علماء الحنفية يعني، مشكل. شيخ خالد الشقفي كان شيخ علماء الشافعية، وشيخ محمود الشقفي الله يرحمه يعني، كان في علماء كثير. مشايخ حماة غير يعني، شيخ محمد الحامد الله يرحمه من أكبر علماء سوريا أو العالم العربي، هو درس بالأزهر، وتخرج من الأزهر الشيخ محمد. في ابن الشيخ محمود كمان من العلماء، في كثير علماء بحمام يعني، بجوز ما في عالم ما بتعرفون يعني. شيخ خالد الشقفي كان شيخ الشافعية بحمام بالحاضر طبعا، في شيخ محمود الشقفي، في شيخ أديب كلكال، في دكاترة كثير كمان، أطباء بيت علي عبد الرزاق، في يمكن حوالي 20 واحد 30 واحد منه دكاترة من عائلة واحدة. نعم، في بيت الكيلاني، في بيت الشقعي يعني، في دكاترة كبار. كان في منير مروان الشقعي مشهور هذا، في شكيب الدلال، في مصطفى الأعوج،
هذول دكاترة كانوا غيب، في عبد القادر السفاف، في كثير دكاترة، يعني من كل العوائل في دكاترة. في سينمات موجودة، موجودة من قبل الستينات، كان في ست سينمات في حماة، كان في سينما الدنيا هي انهدت بالستينات، كان في سينما الشرق، سينما الفردوس، سينما حماة، سينما الأمير، كان في سينما تاني بس ما بعرف شو اسمها هي كمان، وكان في سينمات على الحيطان عند مركز ثقافي يحطوا شو اسمه سينما حائطية من دكتور ويبثوا عليه فيلم قوي. ايوه بيعملوا نعم. رمضان حماة له نكهة خاصة في الاستقبال والتحضير، إذ كانت فرق الإنشاد والأسواق والجوامع والجمعيات الخيرية مهتمة وراغبة في وضع بصمتها في هذا الشهر المبارك. برمضان طبعاً الصبات هي كل أهل الحارة بيصبوا لبعضهم، كل واحد شو عنده ببحث للتاني، وكان الجيران كلهم بيحبوا بعضهم، كلهم قلبوا على بعضهم، ما كان يعني تلاقي في فرق بيناتهم، لا غني ولا فقير، فقراء معدمين ما في، كان كل الناس وسط وكلهم ياكلوا مثل بعض، الغني والفقير. يعني أنا فقير بعمل محشي والغني بيعمل محشي، بس أنا بحط له ربع كيلو لحمة هو بحط له كيلو، هذا الفرق بيناتنا. يعني المقتدر بيحط أكثر، أما كلهم بياكلوا مثل بعض، ما كان فيها هيك. وإذا كانت عائلة فقيرة كل أهل الحارة يصبوا له، يعملون صبيات ويأخذون إياهم، هو مساعدات يعطون مساعدات، يعني ما كان في فقراء بأهل البلد. لحماة صلات واضحة المعالم بمدينة دمشق، فهناك كثير من التشابك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لدرجة أن اللهجة الحموية قريبة من مفردات أهل دمشق. في كثير من عوائل الحموية موجودة بالشام، بيت العظم، نعم، لمؤيد العظم. مؤيد العظم هذا كان والي حماة من قبل العثمانيين، وبعدين طلع على الشام، وهذا الأصل له، وهدا للشعب السوري مشان يعملوه متحف، مؤيد العظم. ففي بيت العظم عندنا بحماة، في تبعات مؤيد العظم، وفي الأركي. بيت العظم عائلتين، عائلة من معرة هن بيت الأركي، وعائلة مؤيد العظم. لا في عالم من حماة طلعت هناك ما كانوا عائلة كبيرة فاستقروا بالشام، فنسيون أهل حماة. نحن بيحبوا الدهن بناء على البالية، فبيكون عندنا الأكل أرسم من تبع الشام أو حلب. يعني نحن الدسم عندنا شغلة طبيعية، يعني السمن العربي مثلا بيشربوه عند الصباح، يعني شرب، يعني وكل أهل حماة يعني بيحبوا الأكل الدسم. والأكلات متشابهة، بس في أكلات خاصة بحماة، مثلا الباطرش ما حد بيساوي إلا أهل حماة، السخاتير بيساووا كلياتهم، بس طريقة الحمية غير عن طريقتهم. السختورة هي كرشة الخاروف بالإضافة إلى الأمعاء تبعته، والرأس، الإجرين والإيدين، الكوارع بيقولوا له، الأشي بيقولوا له، الشام أهل الشام بيقولوا له أشي، أهل حلب يمكن بيقولوا له غماية، أو يعني كل بلد إلى اسم هي، فنحن اسمه سختورة. الحماصنة روح مرحة، وبيحبوا المزح وبيحبوا الهيئة، فهن بينكتوا على حالهم،
يعني هذا الكلام يعني بيصير كلياته من باب التهريج، اما هن ناس طيبين جدا ومن من ناس يعني يعني شو بدي اقول لك يعني طيبين جدا جدا، يعني طالع عليهم نكت عن الحماصنه وهي وهن بيتقبلوها بصدر رحب يعني. وبعدين البلد وحده يعني ما في فرق بيناتهم، ايه يعني لحتى اهل حمص اخذين من حماه واهل حماه اخذين من حمص، يعني في نسب بيناتنا وفي عوائل حمويه ساكنين بحمص قديمين، بيت مرادغه ساكنين بحمص، واني اصل بحماه، بيت مرادغه عائله كبيره، بيت الحافظ العوائل الكبيره هذول بحماه، يعني في عوائل كبيره انا ما ذكرتها لان ما جاي بذهني كلها، لان في كثير عوائل، في بيت بكر الأسعد، في بيت التتان، في بيت كثير عوائل يعني ما. لا لا غير عن أول هلا سووا بالسبعينات سووا خط مياه من لبنان لحما، يوم شركة ساريكو ساوته وضخم، مشروع ضخم، فالمي بتيجي باردة يعني تحت الأرض كلياته، يعني ما مثل أول، أول كانت تيجي من مصافي لآية بعدين لغوة وصارت منين؟ من لبنان تيجي على طول لحمة، يمكن من نهر الهرميل أو من بعلبة، يعني أول كانوا يشربوا العاصي، أول الحواير القديمة كلياتها فيها قنوات تيجي فيها المي، بتمر من القنوات مر على كل البيوت. وسمعت عنين الناعورة. حما ما في أروع منها، خاصة بالربيع روعة جدا جدا، في من كل جميع أنواع اللي هي في شئشئي، في العيصلان، في كتير شغلات تطلع هي لحالة، وبيطلع السلبين أو العقوب بيقولوا له، هذا بيطلع بالربيع تقريبا، والكماية كانت أول، لا ما بقى فيه، كنا نحن صغار نطلع نشيل نطالع هذا الحنببوز في أكلة هي هيك صغيرة، رأس هيك مثل رأس مثل الزر، فهذا ننكش عليه بالأرض ونطالعه، وفي الضبحليل دوري نحن صغار يعني ناكلون، وفي الأندريس تعرف الأندريس، وفي كثير يعني شغلات تطلع بالبرية. أهل حماة أحرار، ما بيحبوا الظلم، ما بيحبوا الجور، ما بيحبوا يعني يطلع شغلات ما أنزلت هي، ما أنزل بها بيد سلطان، فما بيحبوا هي، بيحبوا انه يكون كل شيء صح. هن بيعتذروا من اول من ما من هلا، من على زمان قبل الفرنسيين، يعني اهل حماة من يوم الله خلقهم هيك، هذا هي طبيعتهم، ايام الفرنسيين قاوموا الفرنسيين، واول ما طلعوا من حماة الفرنسي، اول ما طلعوا من حماة من سوريا كلها ما قدروا يعيشوا بحماة، وكان السوار عندنا ما شاء الله عنهم ما طالعوهم، يعني أول مدينة بسوريا بيطلع منها الفرنسيين هي حماة، فما كانوا بيرضوا بالظلم، وقاموا أكثر من شو اسمه حادثة أو صارت بالأربعة وستين، ما رضوا بالظلم، ما رضوا بالليه، اعتقلوا طالب كتب على جدار المدرسة أو كذا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمسكوا وحطوه بالسجن، فقامت أهل البلد كلياتها وصارت أحداث حماة إذا بتسمع فيها الأربعة وستين، وراح فيها شهداء وانحلت الأمور. أمين الحافظ نعم، بالتلاتة وسبعين كمان يوم الدستور غيروا الدستور وساووا الدستور إلى هدم ودب، لأن كان رئيس الجمهورية ما بيصير إلا يكون سني، فغير الدستور مشان يستلم حافظ أسد، ف
فتغير الدستور وكانت قامت الحماك اللي هذا وراح فيها شهداء كمان وحلوها بعدين. إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سوريا.